الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي. من أراد في الدنيا جاها فالصلاة على النبي سبيله، من أراد في الدنيا عزا وكرامة فالصلاة على النبي سبيله، من أراد في الدنيا أبناء فالصلاة على النبي سبيله، من أراد دفع هم ودفع كرب فالصلاة على النبي سبيله، من أراد مغفرة فالصلاة على النبي سبيله، من أراد مصاحبة النبي ومجاورة النبي ومتابعة النبي فالصلاة على النبي سبيله، من عدم الشيخ المسلك ومن عدم العالم الموجه فالصلاة على النبي سبيله، من عدم كل ذلك فصلاتك على النبي هي غذاؤك وهي شعارك وهي بثارك وهي إفطارك وهي منامك يا سعداك ويا نعماك وما أعظم بشراك إن أنت استفقت إن تستفق في كل يوم فأول ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تعطف بالصلاة على النبي وتناجي ربنا وتبثه شوقك للنبي وحبك للنبي وتعلقك بالنبي، حتى إذا كان يومك فكنت ممن يعايش النبي ويصاحب النبي ويلازم النبي. نحن لسنا هناك، فاز بها أناس دوننا، هناك عند باب جبريل الآن أو من باب السلام قد وردوا عليك سيدي يا رسول الله، ونقول دوما يا ليتنا يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، يا ليتنا كنا مع الواردين عليك، يا ليتنا كنا مع الوافدين عليك، يا ليتنا كنا مع المسلمين عليك، يا ليتنا كنا مع المتأدبين عليك، لكننا سيدي يا رسول الله إذ نصلي عليك إذ نصلي عليك فإنما نرجو الوصال ونرجو الاتصال، لأنه بلغنا أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وبلغنا أنه من صلى عليك صلاة رد الله عليك روحك فترد عليه السلام فترد عليه السلام، فمن أنا ومن نحن حتى إذا سلمت علينا حتى إذا سلمنا عليك ترد علينا السلام؟ من نحن يا سيدي؟ من نحن يا سيدي؟ نحن من أخذتنا الغفلة وتكالبتنا الدنيا وثبطتنا المشاغل وأقعدتنا القواعد، نحن يا سيدي من نحن؟ أنا من أنا وأنت من أنت؟ أنت النبي المصطفى وكفى، وأنا العبد العاصي الذي قد أتى مولاه أتى رباه أتى سيداه عند عتبات باب الله، لعل الله جل وعلا أن يسكب في القلوب صدق حب محمد، وأن يسكب بالنفوس حسن الاقتداء بمحمد، وأن يسكب بالأرواح حسن الالتحام مع روح محمد، وأن يسكب في العقول حسن فهم سيرة محمد، وأن يؤهلنا أن نكون من جند محمد وأحباب محمد وأتباع محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد وأحباب محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد. اللهم هذا القلب قد ألقته